الحقيقة اليوم القطاع الزراعي يسير بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكانت لدينا رؤى استراتيجية في مجال تطوير هذا القطاع. اليوم كوادر وزارة الزراعة حقيقة يتواصلون مع كل المزارعين والفلاحين من أجل تطوير هذا القطاع. اليوم وفرنا حقيقة كل المستلزمات، يعني السلة الغذائية للمواطن العراقي، وخاصة أثناء جائحة كورونا عندما انسدت الحدود بشكل كامل. احنا أمننا كل الغذاء للعراقيين وظلينا نستمر بهذا المجال. طبعا جهودنا كوزارة مع جهود الفلاحين هي اللي أثمرت عن هذا الإنجاز، إضافة إلى منتجي الدواجن من بيض المائدة والدجاج. اليوم لدينا حقيقة إنتاج وفير من البيض، وكذلك عندنا أيضا رؤى استراتيجية من تطوير هذه المشاريع إن شاء الله في قادمنا حتى نصل الاكتفاء الذاتي. اليوم وفرنا حدود أكثر من 23 مادة زراعية، يعني أكو 12 مادة زراعية من السلة الغذائية، وهناك أيضا إضافة إلى الأمور اللي تخص الدواجن وغيرها. اليوم بيض المائدة موفر حقيقة، رغم هناك بعض الأمور اليوم بالأسواق ارتفاع السعر، لكن احنا كوزارة بدينا حقيقة نوازن عملية ارتفاع الأسعار من خلال الاحتواء المنتجات الزراعية بالإقليم، إضافة إلى اليوم حقيقة منتجي الدواجن بدأوا يخلون طبقة البيض 5000 دينار. واليوم إحنا اليوم ختمنا معرض زراعي مهم جدا، شاركت به بحدود 160 شركة ودائرة زراعية. هذا المعرض كان كرنفال زراعي بامتياز، شاركت به كل العراق لأول مرة إقليم كردستان حقيقة، كانت هناك كل المنتجين أيضا اشتركوا ولكلش فرحين. كل الشركات تواصلت، الحقيقة المعرض ناجح جدا رغم اليوم الاستقبال العددي قليل، سواء كان من الزائرين نتيجة الظروف الحر إضافة للمسؤولين أيضا كانت الزيارات قليلة للأسف الشديد. كنا نتوقع يزوروا أكثر لحتى يطلعون على المنتج المحلي. كمنتج محلي كوزارة اليوم احنا نوفر المستلزمات السلة الغذائية وكذلك قطاع الدواجن، لن نفتح الاستيراد لأن عندنا وفرة جيدة من المنتجات الزراعية، وعندنا رؤى استراتيجية لسد الثغرة، لأن فلاولة الطيور أيضا أثر على عملية الدواجن. ولكن احنا اليوم لدينا معالجات حتى نستطيع يستقر هذا السوق، واليوم نزل نفهم من كلامك